السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام. واحد الخبر اللي هو زوين كما كتشوفوا معنا الاخوان ديال الاناره هنايا، بعد ما كان عندنا مصباح واحد زادونا المصباح اللي جا في الجزء السفلي اللي غادي يعطينا واحد الاناره مميزه. الاشغال على قدم وساق هنا بالناصر الشمالي الجنبات ديال شارع محمد الخامس، الاشغال كذلك داخل الاحياء هنايا الاخوان تبارك الله. واحد الخدمه كبيره 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 بزاف اللي غادي نحاول نقربكم منها، اللي غادي تعطينا هذاكشي اللي كنا شفناه في الشيخ الضاوي بالبافي، فهنا غادي نشوفوه بطريقه اخرى هنا في ديور السبعين. شوفوا معايا الاخوان هادشي كله تحيد، جميع الامور العشوائيه اللي كانت هنا في الطريق، هذاك الجرادي العشوائيه، مجموعه من الامور، فما غادي تبقى منا حتى شي حاجه. هنا المدرسه ديال با عمر هنا قرينا، وهنا كانوا الذكريات كما كتشوفوا معنا الاخوان، خدمه كبيره كدار هنايا اللهم بارك. شوفوا 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 معايا الاخوان، شوفوا الزنقه كيفاش غتولي، الاتساع اللي غيولي هنايا، والخدمه كيفاش ولات تبارك الله. اللهم يسر اللهم يسر، الله يسخر الامور. شوفوا الاخوان الانتظار ان شاء الله السوق النموذجي تفتح، ما غاديش يبقى عندنا الباعه الجائلين هنايا. كنشوف امور مهمه هنا في الجنبات تبارك الله، الله يسخر الامور يا ربي. هنا الصوره اللي كتخرجنا مباشره في الاتجاه ديال فين كان عندنا دوار بالناصر الشمالي، شتانا بين الماضي والحاضر، شتانا بين الماضي والحاضر، تغييرات كبيره ما شاء الله. فنتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي، غادي نكملوا المسار اتجاه صيدلية بوعروس مسجد التقوى ونشوفوا الأشغال فين وصلت. الاخوان من خلال هادشي اللي كنشوف دابا، هما كيشارجيو لينا هادشي اللي كيري وسط الزناقي كيشارجيو فيه دابا، على امل ان الزناقي ان شاء الله غتشملهم عمليه التبليط يكون داكشي زوين. الايام صيدليه بوعروس تغييرات كبيرة الخوت، انتظار القضاء على بعض الأمور غادي نرجعو لها إن شاء الله من بعد. صيدلية بوعروس مؤسسة أنس بن مالك حي المسيرة، هادشي كله غيتعاود الاخوان في الخدمة، هادشي كله غادي يتعاود ان شاء الله. باش نتفاداو الزحام اللي تحت غندورو من هنايا، زنقة ورزازات الاسم القديم ديال هاد الزنقة هادي. هادشي كله غادي يتعاود ان شاء الله ويولي في حلة جديدة ان شاء الله، في حلة جميلة. حتى الزناق اللي هنايا عندنا هنايا في اليسار وفي اليمن فكيعرفوا تغييرات كبيرة وعملية الحفر متواصلة. شوفوا معايا عملية هدم الإخوان رجعات في بعض النقاط، خرجنا مباشرة من جهة ديال ملاعب القرب
اليوتيوب داير لاباس. صراحة كنشوفوا خدمة كبيرة كدار، وكنبغي نوجه واحد الرسالة لبعض الناس. سامحهم الله الناس اللي كيجبدوا على الناس صداع غير مؤقتا، بحال دابا كنشوف واحد مول تريبورتور واقف وسط الطريق. راني تجاوزتو دابا، يعني عندنا السيارات هنا في اليسار هو واقف في اليمين ملي غيدوزو الناس، يعني خصك تراوغ عليه باش تدوز في الوقت اللي كاع الناس طالعين فوق التروطوار محيدين راه تما شحال السوق النموذجي. يعني هنايا انا كنقولو ليه نعل الشيطان، نعل الشيطان في خوتك، نعل الشيطان في خوتك، خليهم يترزقوا الله، لان في طريقك غادي يحيدوا كل شيء. يعني حتى هذه المرحله المؤقته ما غاديش تبقى، حتى هذه المرحله المؤقته ما غاديش تبقى. وعندنا كذلك عندنا واحد الباركينغ هنا حدا السوق النموذجي، باركينغ اللي غادي يفتح لنا مجموعه من الاشكالات ان شاء الله. الصورة من زاوية أخرى، الأشغال غادا خطوة بخطوة الإخوان، والتغييرات متواصلة. دخلنا لشارع محمد الخامس، دار ان شاء الله الافراج على رخص البناء، فغادي نشوفوا مجموعه من العمارات اللي غادي يطلعوا ان شاء الله هنايا سواء في اليسار ولا في اليمين. نتمنوا من الله الخير للجميع. صراحه كلمتوا تغييرات مهمه، خصوصا بعد القضاء على الامور العشوائيه، خصوصا عندما نتحدث على دور الصفيح والبنايات العشوائيه الاخرى. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.